بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية من على هذا الموقع سيتيتش كما لاحظت. كما نتكلم عن ساينس تيتش يعني علوم دراسة أو شيء من هذا القبيل. إذن سنتحدث في موضوع السيارات كما لاحظت. بيانتو دي فواتور إلكتريك أ 3000 دولار. إذن قريبا سيارات كهربائية أ 3000 دولار ب 3000 دولار تقريبا 3 ملايين مغربية. أن كونستركتور جابوني كما نتكلم عن بناء ياباني إكسبليك يشرح. بناء ياباني يشرح المقصود هنا نتحدث عن صانع ياباني يشرح. نتكلم عن جهة تصنع السيارات أنها تشرح هاد الأمر بأن ستكون هناك سيارات قريبا بقيمة 3000 دولار. Le directeur d'un groupe automobile japonais a déclaré ce 25 janvier que certains véhicules électriques pourraient bientôt coûter environ 3000 dollars. Cela permettrait de faire évoluer et dans le directeur d'un groupe automobile. Et dans notre cas, un modir majmouat siyarat japonais yabania a déclaré, annou a'lana, taban adna le verbe déclarer, a déclaré, comme tu le chauffes, anna le verbe déclarer, adna le participe passé le khas bifi'l déclarer, اللي هو ديكلاري انه تيكون بهذا الشكل تماما كما هو سائر الافعال اللي تتكون منتهيه بأو ار. تنحيد أو ار ثم نضع أو اكسون كما عندنا في اخر هذا الفعل. اذا نحصل على لو بارتيسيباسي ثم نضيف قبله مثلا يا لوكسيليار اتر او لوكسيليار افوار كما عندنا هنا لنحصل على لو باسي كومبوزي الخاص بهذا الفعل. مثلا عندنا هنا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل ديكلاري. اذا قبله عندنا لو فيرب افوار او كما عندنا هنا لوكسيليير افوار المساعد افوار لان هذا لوكسيليير هو اتى هنا فقط لنصرف من خلاله الفعل المستهدف اللي هو لو فيرب ديكلاري. اذا عندنا هنا كو سيرتان فيكول الكتريك بوري بيانتو كوتي اونفيرون 3000 دولار بوري بيانتو كوتي اونفيرون 3000 دولار يعني يمكن ان تكون قيمتها قريبا 3000 دولار. إذن طبعا مدير هذه المجموعة يقول هذا لو ديريكتور دان غروب اوتوموبيل. إذن نتكلم عن مدير مجموعة سيارات جابوني يابانية أديكلاري أنه أعلن سو 25 جانفي يوم 25 هاد يوم 25 يناير كو سيغتان فيكول إلكتريك بأن بعض السيارات بأن بعض المركبات كما لو نقول أنها تستطيع أو يمكنها بيانتو قريبا كوتي أنفيرون كوتي لوكو يعني الكلفة كلفة صناعة شيء أغي بيانتو كوتي أنفيرو 3000 دولار يمكن أن تكون كلفتها قريبا 3000 دولار. Cela permet de faire évoluer le marché à 300 millions de voitures contre 80-90 millions à l'heure actuelle. Cela permettrait de faire évoluer le marché à 300 millions de voitures contre 80-90 millions à l'heure actuelle. Et donc cela permettrait. Et donc هذا سيمكن. Permettre يعني يمكن. Cela permettrait, بأن هذا سيمكن, de faire évoluer, على العمل على تطوير, كما لو نقول. هذا سيمكن من تطوير بمعنى آخر. Le marché, إذن هذا سيمكن من تطوير السوق à 300 مليون de voitures. إذن سيمكن تطوير السوق إلى حدود 300 مليون سيارة contre 80-90 مليون à l'heure actuelle, مقابل ما بين 80 مليون 90 مليون في الساعة الحالية. في الساعة الحالية. يعني أن سوق السيارات الآن هو في حدود ما بين 80 إلى 90 مليون سيارة. هذه السيارات الجديدة طبعا ستطور من عدد السيارات إلى حدود 300 مليون سيارة. شيغنو بينا غاموري لو بي دي جي دي بلي غران كونستركتور أوتوموبيل جابوني أو موند. إذا نتكلم عن لو بي دي جي دي بلي غران كونستركتور أوتوموبيل جابوني أو موند. لو بي دي جي طبعا لو بي دي جي المقصود به لو بريزيدون ديريكتور جينيرال. اذا نتكلم عن الرئيس المدير العام. اذا نتكلم عن الرئيس المدير العام لو بي دي جي دي بلي غران كونستركتور اوتوموبيل جابوني او موند. اذا نتكلم عن مدير اكبر شركه كما نقول سيارات يابانيه في العالم نيديك التي تسمى نيديك ابريدي انه تنبأ. طبعا عندنا هنا لو فيرب بريدير تتنبأ بشيء في المستقبل لم يحصل بعد. Après-dit lors du rapport trimestriel du 25 janvier. Après-dit lors du rapport trimestriel du 25 janvier. نقول عنه rapport trimestriel. كما لو نتكلم عن تقرير موسمي. Après-dit
lors du rapport trimestriel du 25 janvier. إذن هو تنبأ أثناء كما نقول تقرير موسمي أو تقرير فصلي. نتكلم عن تقرير يأتي كل ثلاثة أشهر. Le PDG du plus grand constructeur automobile japonais au monde, Nidec, a prédit lors du rapport trimestriel du 25 janvier. إذن هو تنبأ أثناء تقرير الموسمي ل 25 يناير l'avènement de l'ère des voitures électriques. L'avènement de l'ère des voitures électriques. يعني كما نقول مجيء عهد السيارات الكهربائية. إذن نحن أمام عهد السيارات الكهربائية. السيارات المعتمدة على البترول مثلا ستجد منافسة من هذه السيارات. تنبأ بأنه سيكون هناك عهد قريب للسيارات الكهربائية. Après dit lors du rapport trimestriel du 25 janvier, l'avènement de l'ère des voitures électriques. À 3000 dollars, يعني بكلفة 3000 دولار, 2469 euros, يعني ما يعادلها, qui serait demandé sur le marché de l'Inde, التي ستكون مطلوبة على السوق الهندية, أو كما عندنا هنا أنها ستكون مطلوبة على سوق الهند, de l'Afrique, ثم على سوق إفريقيا, et du Moyen-Orient, ثم ستكون مطلوبة طبعا في الشرق الأوسط, rapporte Nikkei Asia, بأنها ستكون مطلوبة على سوق الهند, سوق إفريقيا, ثم السوق الشرق الأوسط. نتكلم هنا عن لومويا أوريون يعني نتكلم عن الشرق الأوسط. رابورت نيكي آسيا يعني أوردت نيكي آسيا. L'arrivée de ces voitures conduira le marché automobile mondial à passer à 300 millions d'unités à l'avenir contre 80 à 90 millions actuellement selon lui. L'arrivée de ces voitures إذن وصول هاد السيارات conduira المقصود هنا سيقود سيقود المقصود أنه سيؤدي. لو فيرب كوندوير يعني فعل قادة. نقول مثلا il conduit sa voiture هو يقود سيارته مثلا. إذا نتكلم عن كوندوير une voiture قيادة سيارة. فكذلك هنا وصول السيارات سيقود سوق السيارات طبعا إلى اتجاه آخر اللي هو اتجاه السيارات الكهربائية. L'arrivée de ces voitures conduira le marché automobile mondial a passé à 300 millions d'unités à l'avenir contre 80-90 millions actuellement, selon lui. عندنا l'arrivée, يعني الوصول. L'arrivée de ces voitures, وصول هذه السيارات, conduira, أنه سيقود. Le marché automobile mondial, يعني سوق السيارات العالمي, a passé à 300 millions d'unités. للوصول إلى 300 مليون وحدة, à l'avenir في المستقبل, contre 80 à 90 millions actuellement, contre 80 à 90 millions actuellement. يعني مقابل 80 إلى 90 مليون حاليا selon lui حسبه حسب الجهة المذكورة والتي تصرح بهذا الكلام. Le prix d'une voiture tombera à 300 000 yen. Le prix d'une voiture tombera à 300 000 yen. Le prix d'une voiture tombera à 300 000 yen. يعني أن ثمن السيارة tombera سيسقط. عندنا هنا لو فيرب tomber. On a le verbe tomber au futur simple. إذن عندنا فعل سقط في المستقبل. Tombera يعني أنه سيسقط. Le prix d'une voiture tombera. إذن ثمن السيارة سيسقط à 300 000 yen. À 300 000 yen. يعني إلى 300 ألف yen. بما مقداره 2890 دولار. Ce qui entraînera. الذي سيقود. Ce qui entraînera. الذي سيجر كما نقول هنا المقصود الذي سيؤدي الذي سيجر إلى المقصود الذي سيؤدي إلى ce qui entraînera une hausse de la demande الذي سيجر إلى ارتفاع الطلب نزول الثمن سيؤدي إلى ارتفاع الطلب كلما كانت السيارة رخيصة كلما كان هناك مشترون أكثر إذن le prix d'une voiture tombera à 300 millions 2890 dollars ce qui entraînera une hausse de la demande a-t-il déclaré هذا الذي سيرفع من الطلب كما صرح a-t-il déclaré هو صرح le succès d'un constructeur chinois اذا نتكلم عن نجاح صانع صيني مسيو ناغاموري a cité l'exemple du véhicule électrique chinois Wulin اذا السيد ناغاموري انه ذكر l'exemple ذكر مثال du véhicule يعني انه اعطى مثالا du véhicule électrique chinois يعني أنه أعطى مثالا بالمركبة الكهربائية الصينية المسماة أولين دون لو فابريكون حيث الصانع a réussi à réduire le prix à 4300 دولار حيث أن الصانع نجح
في إنزال الثمن في تخفيض الثمن. إذن دون لو فابريكو حيث الصانع أغيسي أنه نجح طبعا أدنى لو فابريكو أغيسير أغيدوير لو بخي نجح في خفض الثمن à 4300 dollars et à 4300 dollars, l'équivalent de 3540, l'équivalent de 3540 euros, l'équivalent de 3540 euros, mais il y a des tarifs de 3540 euros. En Chine, cette voiture électrique a déjà dépassé les ventes du Tesla Model 3. En Chine, cette voiture électrique a des voitures électriques a déjà dépassé les ventes du Tesla Model 3. هذه السيارة أنها تجاوزت من قبل أو بكثير بمعنى آخر déjà dépassé les ventes يعني أنها تجاوزت بكثير مبيعات les ventes نتكلم أحيانا على الوفر فوندر نتكلم أحيانا على الوفر فوندر الوفر فوندر المقصود به فعل باع les ventes يعني المبيعات. إذن cette voiture électrique a déjà dépassé les ventes du Tesla Model 3 يعني أن هذه السيارة نتكلم عن السيارة الصينية أنها تجاوزت بكثير مبيعات تسلا موديل 3 يعني نتكلم عن سيارات تسلا كما نتكلم عن نوع 3. إذن هذا فيما يخص الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.